صغير ضار وانا معكم نو بيرفكت. وفين الشباب؟ وفين صافي عليكم مزيان مرتاحين؟ دابا تقريبا شي شهر ندير الفيديوهات في يوتيوب. احنا غاديين بشويه بشويه بدون الناس كيعرفونا في يوتيوب كدا من غير انستغرام، حيت يوتيوب كنعتبرو بلاتفورم بوحدو. كنا جالسين ما بينا ما علينا، حتى قال لي واحد الراس عندي نوض نمشي نطلع لطنجه نصور فيها فيديو. قالها لي يا راسي، ما تقولوش لي علاش مشيتي، قالها لي يا راسي. وباش نطلعو من كازا لطنجه اول حاجه خاصنا احسن حاجه باش نمشيو فيها هو التجافي. غادي نمشي اول حاجه نمشي نتسنى التجافي باش نطلع لطنجه ونشوفو في ديك الساعه شنو غيوقع في التجافي. غنصور لكم تما الاجواء والحركات بحال مزوم بيدو وجهي. صراحه احسن حاجه غنبغي نمشي فيها وسافر فيها هو التجافي. مرتاح كيمشي في الزربه دغيا كيوصل واحتمل الداخل ديالو واعر بزاف. غادي في التجافي صورت شي لعيبات تما، تلاقيت واحد البنت تما كانت هي غادي لطنجه ظريفه بزاف. اش كنسولها واش تقدر دير السوشيال ميديا، تيبقى ما كدير والو كتشد ديجا من الكاميرا. في الجوع جاني الجوع الاخوان جاني الجوع، وكيف بغيت نمشي لطنجه نضرب شي فطير مزيان يكون داكشي شامل يا رائع. صافي دغيا سالت ديك ساعتين وفين وصلنا؟ وصلنا لطنجه. كتشوف لينا المحطه ديال طنجه، والله داك الشيء كلين زويون، الناس الشمال زويونين. اوجد عندنا السماجدي، الله يحفظك. الناس ديال طنجه والله الا عرفتك خيطاها. اجي عندك واحد الانسان ما كتعرفوش، ونحبيك في المدينه القديمه يعجبني. أسر ساعة طلعت بسرعة. صراحة ما كان عارفه ما كيعرفني، باش عرفنا الطنجة شحال زوينين. بقى معايا درنا تما هو اللي وراني البلايص، وراني المدينة القديمة شنو فيها، حتى هو حافظ تما هو ولد تما. والحاجة الواعرة هو أنه كان عنده واحد شو على الصدفة، عنده واحد القهوة وسط المدينة القديمة، قال لي يلا تمشي تجلس معايا فيها ويلا تشوفها كيفاش دايرة. الأول مرة كنحضر شي قهوة كنتحمس. الله ها انتم الناس اللي باغيين يجيو يقراو، ها انتم من المكتوبه اختي بس هنايا ديكور شي جميل هادشي. وحنا نلعبوا واحد الطرح ديال الضامة يكون ناضي مع هاد الكاس ديال اتاي. اتيني اتيني واش ندير لك الخدعه؟ لا بال معلم، شتا كيف الفيديو اللي كان داير واحد كونا جمع حتى لهنايا هو يدور على هنا. هذا خطير في داكشي ديال من بعد مشينا باش نتغداو. واش اخويا ما غنصدعنا مالك؟ سلوت سلوت لا كوفيدا بار لا كاس. واش الغدا وي؟ لاعبين يا سلام يا سلام. ترجع طنجة الصراحة ديجا جاي ليها، ولكن ما تعمقتش فيها بزاف وما دخلتش للمدينة القديمة ديالي. دابا غنمشيو اكزاكتومون للمدينة القديمة في واحد الرياض. السلام عليكم. فينا؟ صافي السلام عليكم. كنت عارف واحد الحاجه بلي انا كيعجبني الحاجه التقليديه القديمه، وكيعجبني ندور فيها احسن من داكشي ديال اللوكس وبلا بلا بلا بلا. من بعد فين فين غنمشيو؟ هي هذيك، غادي نمشيو للرياض. فين غادي نباتو وفين غادي نجلسو؟ ما عرفش الرياض كيفاش كيداير. غادي نمشي للدري اللي غادي يديني. وفاش دخلنا والله الا تصدمت الرياض. الحاجة الأصيلة في الرياض هو كيفاش داير من الداخل، كيفاش الرياض كيبالك عايو كيبالك الداخل، كيفاش فيه الربيع فيه لي بلونت فيه لعيبات كيعجبني داك الستيل. المهم الداخل كيكون فيه بزاف ديال النباتات، كيكون فيه بزاف ديال الربيع، كيعجبني هاد الستيل هذا. وفاش جينا الرياض تلاقينا مع الدراري واعرين بزاف. ها هو دابا كيورينا الرياض كيفاش داير. شاد الجمال هذا، شاد الجمال يظهر لك المعلم. وانت راه هادشي اسم على مسمى، ملي سميتو النبته راه نبته النيت. جمعنا نشطنا وصل لي خاص ضروري نعس باش غدا نفيق اون فور ونبدا نصور. ضروري فاش غادي تفيق الصباح خاصك تفيق بواحد الانرجي باش تدوز نهار ناضي.
طيلات إخوان بغيت لكم بغيت قليسة هذه قليسة من ذاك الشيء وين كيجمو في الرياض كيكون كان كتسمع الموسيقى كيما بغيتي كتسمع كتحس بداك الشيء اللي كاين فهمتي ما عرفتش كنهضر صراحه عليكم ولكن كتحس بصح بالكارم وكتكونسونطرا على خاطرك كتسمع داك الشيء مزيان قال لك اسيدي غير انفيتينا نجيو نحضروا لواحد ليفينمون ما عرفناش شنو هو انا الباد جولينا كنحسوا براسنا الله يخليكم مهمين يخليك انا نوريكم فين جو بغي حلو ودنيكم مزيان شي بلاصه غتسمعوا كل شيء نعم باش خلينا نصور لا خليك لا شوف النباتات هما الاولين وفاش غادي يوصل لي طبيعة الحال غادي نشوفوا الاجواء الليلية غادي نجلسوا ونجمعوا بيناتنا ونتكونسونطراو واش نرتاحوا شويه وصافي جمعنا وضحكنا تلاقيت مع بزاف ديال الزوينين تلاقيت مع واحد البنت من الهند صراحه شي سو نايس حاجه ما توقعتش في طنجة هادي هو غتعيطي لي بواحد السيده حيت انا اصلا ديجا كنت قلب لها واحد المشيشه تكون صغيره تونسني ما كاينش غير تونسني فعطات لي عندها واحد المشيشه صغيره غادي نمشيو نجيبوها وغادي نوريها لكم هاي غادي بها دابا مسكينه ناس غادي بها الدار Thank you حيت وصلتي لهذا الفيديو ما تنساش الا كان كيعجبك الكونتنت ديالي دير سبسكرايب ودير لايك ودير هذاك الشيء ما عرفتش كنحبش نقول لكم ولكن المهم كان كيعجبكم الفيديو ديالي ديروا هذا الشيء كامل and see you soon in the next video